حرام الله. ينضم إلينا عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات. سيد أبو عواد، أهلا بك معنا. من الواضح أن إسرائيل تقترب من تشكيل حكومة طوارئ بعد هذه العملية، عملية طوفان الأقصى. ما الغرض من ذلك؟ ما الذي سيسهل على إسرائيل القيام به في حال تشكيلها؟ تحياتي لك لجمهور المشاهدين. دعنا في البداية ننتبه بأن إسرائيل تأخرت في تشكيل حكومة الطوارئ أو حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما أشار له إليه سموتريتش. نعم، وهذا ما أشار إليه سموتريتش بأن هنالك تأخر في هذه يعني في هذه المسألة. عندما يتم إعلان الحرب مباشرة يكون هناك حكومة وحدة وطنية تستمر في العمل لفترة طويلة، لكن ما يدور الحديث عنه في إسرائيل الآن ليس حكومة وحدة وطنية، إنما توسيع الحكومة الحالية اللي تسمى حكومة طوارئ. عمليا نتحدث عن وجود 4 أحزاب ستبقى خارج هذه الحكومة، أبرزها زعيم المعارضة لبيد، إلى جانب بالتأكيد حزب العمل وحزب إسرائيل بيتنا سيكون خارج الحكومة. بالعودة إلى جوهر السؤال، ماذا بوسع هذه الحكومة أن تعمل؟ عدة أمور. الأمر الأول بعث الثقة لدى الجمهور الإسرائيلي، لأنه لدينا جمهور عمليا يتشكك بشكل كبير في قدرات هذه الحكومة. هو ذات الجمهور الذي يحمل هذه الحكومة مسؤولية ما حدث، ويعتبر على عدة مستويات. المستوى الأول أن هذه الحكومة زادت من انقسام الشارع الإسرائيلي، وزادت كذلك من شعور الجيش الإسرائيلي بأنه محارب وبأنه إزاء التشريعات القضائية يعاني في دولة الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك سلوك إيتمار بن غفير وبسلائر سموتريتش في الضفة الغربية في المسجد الأقصى، وكما قال جافني الزعيم السابق ليهود حتورا قبل نحو أسبوع: عليك يا إيتمار بن غفير التوقف عن تدنيس المسجد الأقصى لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط. هذا الكلام لم يسمع إيتمار بن غفير، وبالتالي الشارع الإسرائيلي يشعر أن هذه الشخصيات هي التي أدت إلى هذا الضغط المهول من قطاع غزة وإلى هذا الانفجار الذي وصلت إليه. الأمر الثاني الذي ستقوم به الحكومة بالتأكيد وضع استراتيجية مشتركة من أجل العمل. عمليا إذا انضم جانس للحكومة نحن سنتحدث عن وجود 70% من الشارع الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه جانس ونتنياهو في استطلاعات الرأي يحصلان على حوالي 60 مقعد مع وجود بقية الأحزاب الأخرى، بالتالي سنتحدث عن الشريحة الأكبر، وهذا من شأنه أن يعني أي أمر يصاغ وأي استراتيجية تكتب في النهاية ستكون مقبولة وستتحمل كل الأطراف هذه الاستراتيجية. الأمر الثالث، هناك شعور لدى نتنياهو رغم تحسن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الكبير من قبل بايدن لإسرائيل، لكن هناك شعور بضرورة دخول جانت لأنه الشخصية الأقرب إلى البيت الأبيض، ويعتبر في الوقت الأخير الشخصية التي تنال الثقة الأكبر من قبل بايدن. هذا سيسهل عمل إسرائيل بشكل أو بآخر، علاوة على قضية مهمة بأن إسرائيل في الحكومة الحالية لا يوجد شخصيات أمنية سوى يؤاف جالانت، وبالتالي انضمام جانت يعطي انطباع أن الأمن هو من يقود المعركة وليس السياسيين، وهذا مهم جدا بحد ذاته. وبالتالي سيد أبو عواد، من الواضح أن الغرض هو تحمل المسؤولية، أن تكون هنالك تحمل للمسؤولية بشكل جماعي. هل يعني ذلك بأن إسرائيل ستتطرف في اتخاذ القرارات أيا كانت؟ يعني ما تفعل إسرائيل على الأرض الآن هو تطرف، وبل هو جنون إلى الحد. سنرى أسوأ من ذلك، يعني أكثر من ذلك بالتأكيد. لا، هو الحقيقة ربما نجد أنه ستستمر بذات النهج. ربما نتنياهو لا يريد أن يتخذ قرارات مرتبطة بالدخول البري، مرتبطة باقتحام غزة، لأن ذلك سيكلف الكثير من الجنود، سيطيل أمد الحرب، وهذا ما لا يستطيع الشارع الإسرائيلي. لكن في ظل الروح القوية في الداخل الإسرائيلي التي تريد ربط قوي والتي تريد دخول إلى قطاع غزة، نتنياهو لا يستطيع الوقوف وحده أمام هذا السيل الجارف، وبالتالي دخول جانس إلى خط الحكومة الإسرائيلية سيسهل يعني تمرير أي قرارات تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية التي ستتعاطى بها هذه الحكومة، لأنه كان أكثر ثقة من نتنياهو في هذا الاتجاه أمام الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد بأنه دخول جانس سيبقي حالة الاستهداف من الجو كما هي،
بل ربما نجد أن هناك زيادة في الاستهداف. ولا نريد أن ننسى بأن جانتس هو كان رئيس هيئة الإركان إبان حرب عام 2014، وكانت هذه الحرب بمثابة أكثر حرب إجرامية حتى حينه بحق الغزيين وبحق الفلسطينيين عموما. لكن فيما يتعلق بالدخول البري أو الذهاب باتجاه اقتحام غزة، أنا أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية ستتوقف إلى حدود ربما فقط غزة ولن تبتعد أكثر من ذلك، لأن الجمهور الإسرائيلي الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تحتمل حرب طويلة المدى في ظل ظروف يعني يرى فيها المجتمع الإسرائيلي أنها غير مواتية بالمطلق، وربما تؤدي إلى دخول جبهات وساحات أخرى، وهذا ما لا يريد الاحتلال بالتأكيد. هنالك ملف مهم أيضا يجب على الحكومة الإسرائيلية أو حكومة الوحدة الوطنية أن تتعامل معه، وهو ملف الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة. كيف ستتعامل مع هذه المسألة؟ يعني إسرائيل في البداية ستتعاطى مع الملف على أنه ملف مرتبط بالرهائن، وستحاول قدر الإمكان الضغط من خلالها ومن خلال أطراف أخرى من أجل أن يكون هناك إفراج عن غالبيتهم أو عنهم كلهم دون مقابل، ثم ستنتقل إلى مرحلة ما يعرف باللامبالاة. لكن العدد الكبير والتحذيرات التي ظهرت من قبل أهالي الجنود وأهالي المستوطنين عندما قالوا سنزلزل الدولة إذا لم تتحرك حكومة نتنياهو سريعا باتجاه استعادة الأسرى، هذا من شأنه أن يضغط على نتنياهو. وكذلك العدد الكبير بظني في النهاية سيلزم هذه الحكومة الإسرائيلية للعمل سريعا على إجراء صفقات تبادل. في النهاية ستكون صفقات على مراحل، ستربخ إسرائيل لأنها لا تستطيع احتمال وجود أكثر من 100 أسير ما بين جندي ومستوطن وضابط وكذلك مجموعة من الأسيرات. كل ذلك يضغط على الاحتلال باتجاه أن يجري صفقة كبيرة، وأعتقد بأنها ستبيض كل السجون ولن يبقى هناك أي سجين فلسطيني لأنه العدد مهول والعدد كبير. لكن كما أشرت في البداية استراتيجية إسرائيل في التعاطي مع هؤلاء ستكون أولا محاولة قتلهم إن تمكنت إسرائيل من تحديد أماكنهم، ثانيا محاولة الإفراج عنهم دون ثمن، ثالثا إشعار الطرف الآخر بأنها غير قلقة، لكن في النهاية ستضطر للذهاب باتجاه صفقة التبادل، وربما كذلك يكون هناك مجموعة من الترتيبات بسبب وجود هذا العدد الكبير من الأسرى. أيضا فيما يتعلق بملف القتل الإسرائيليين المهول، نحن نتحدث عن 1200 قتيل إسرائيلي بين مستوطنين وبين مجندين يتبعون جيش الاحتلال، قد يكون من الملفات الصعبة التي ربما ستسيرها هذه الحكومة. ستنتج ملفات كثيرة كالتعويض وإقناع الأهالي ونحو ذلك. كيف أيضا ستتعامل مع هذه المسألة؟ لا، هو الملف الأهم من ذلك، يعني عدا عن قضية التعويض، إسرائيل تستطيع أن تعوض، ليس لديها مشكلة يعني قوية اقتصاديا. الإشكالية أنه هناك لجان ستشكل في هذا الاتجاه، من الآن يتم الإعداد للجنة للتحقيق في هذا الفشل الأمني الكبير. هناك 6 أسئلة مطروحة على الطاولة الآن. السؤال الأول، كيف حدث الفشل الاستخباراتي الكبير، وكيف استطاعت حماس تضليل الاستخبارات وكل شعب الأمن و المخابرات الإسرائيلية. تجاوزنا هذا السؤال، ذهبوا إلى سؤال آخر، أين كان الجنود ولماذا لم يقاتلوا؟ ثم ذهبوا إلى السؤال الأهم الثالث، لماذا تأخرت الحكومة في التدخل السريع؟ والسؤال الرابع كان، لماذا عندما جاءت القوات وقفت على حدود الغلاف ولم تتوغل مباشرة من أجل التصدي للمقاتلين؟ والسؤال الخامس، لماذا هناك رداءة في كفاءة الجندي المقاتل الإسرائيلي إلى هذا الحد؟ والسؤال السادس والأهم، لماذا تأخرت إسرائيل في القدرة في التعامل مع الخلايا التي تواجدت في غلاف غزة؟ لأنه حتى الآن يدور الحديث عن وجود بعض المسلحين لكتائب القسام. هذه الأسئلة الثقيلة المطروحة على الطاولة هي طيب النقاش بشكل موسع، وباعتقادي اللجنة المقبلة ستبحث هذه القضايا بشكل كبير. وكما قال توماس فريدمان بأنه ما حدث صبيحة السبت يجب أن يدرس في المعاهد الحربية العالمية، ويجب أن يتم كذلك محاسبة هذه الحكومة الإسرائيلية وتحديدا وزير القضاء يريد ليفين على ما قام به من تمزيق للشارع الإسرائيلي مما أدى إلى هذا الترهل الكبير داخل دولة الاحتلال. وهل برأيك ستملك حكومة نتنياهو إجابات لكل هذه الأسئلة التي تفضلت بها؟ يعني أعتقد جزء من هذه الإجابات نعم سيكون موجود، لكن في المحصلة سيكون هناك يعني خلاصة بأنه إسرائيل لم تعد كما كانت،
وبأنه يكفي كذبا فيما يتعلق بأنها الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، وبأنها الدولة التي تمتلك تكنولوجيا متطورة، وبأنها الدولة التي لا تهزم. لكن دعني أشير بأنه مؤخرا كان هناك الكثير من التقارير التي أشارت إلى وجود أزمات حقيقية، لكن لم يتم التعاطي مع هذه التقارير على وجه الحقيقة. من بين هذه التقارير بأنه الجيش الإسرائيلي بات يتحول إلى جيش الرب وليس جيش الشعب، بمعنى بدأت تسيطر على قياداته الصهيونية الدينية المتدينين، رغم أن المتدينين الذين يشاركون في الجيش نسبتهم 12%، لكن نسبتهم من بين الضباط 40%. لماذا؟ لأنهم يستمرون في الجيش ويبقون من أجل الخدمة ومن أجل أخذ الجيش كوظيفة. والأمر الثاني ارتفاع منسوب العنصرية وكذلك رداء سلاح البر بالمقارنة مع سلاح التكنولوجيا وسلاح الطيران. سلاح الطيران 99% من الطيارين من الغربيين، طب أين الشرقيين الذين يشكلون غالبية؟ والأمر الثاني، لماذا سلاح السايبر والتكنولوجيا لكل شاغر يتقدم 7 شبان من أجل ملؤه، فيما سلاح المدرعات وسلاح البر لكل شاغرين يتقدم جندي؟ لأن الجندي الإسرائيلي لا يريد القتال، وكذلك تدخل الأهالي أيضا في التدريبات كما قال اللواء راز شدية أثر بشكل كبير على نوعية الجندي الإسرائيلي. كل هذه القضايا سيتم دراستها وتناولها، وباعتقادي سيكون هناك أجوبة، لكن هل سيكون هناك تعديل؟ هذا السؤال المهم. شكرا جزيلا لك عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات، حدثتنا من رام الله.